يا جماعة في متغيرات في الحياة أول جوازة مهما كنا بنحب بعض إحنا جايين من ثقافتين من بيتين أنتوا إخوات مش أنتي وإخواتك بتتخانقوا أنا وأخويا ونفس الأب ونفس الأم ونفس البيت اه دي حقيقة تقدري تعيشي أنتي وأخوكي في أوضة واحدة في أوضة واحدة بدون مقدمات لمدة ست شهور صعبه جدا احنا ثلاجة واحده وعاملين مشاكل عليها مولي مين كل أنا مش الشوكولاته اللي انا حطاها في التلاجة دي خناقه دي بقى يبقى انا متخيله اه طبعا صعبه جدا بيهزر مره وبجد مره وحسب انت جايه من الشغل مرة. عامله آه؟ ازاي هو جاي من الشغل عامل ازاي عنده استعداد للهزار ولا جاي يقول يا شر شتر لا وفعلا في ناس حرام بتبقى كده في ناس فجاه بتلاقي مثلا ما هو لما بيتقفل الباب بتكتشف بقى او سي دي مثلا اللي هو الناس اللي عندها فرط النظام انت حركتي فرشه السنام من هنا ليه هو انت دوست على السجاده وانت معدي فلا ده بيحصل فعلا وانا كل يوم اروق الدولاب وانا كل اه يوم اسخن الاكل انا روح. اتفضل فطبعا هي هي كده دي دراسات مم. معموله واول جوازه غير تاني جوازه غير تالت جواز طب رانيا دي تفتكر ان هي بقى لها كام سنه مثلا متجوزه انا ما عرفتش احسب ها. لان هي ما ذكرتش عمر الولاد ايوه بس انا بقول و 8 و هي كانت 17 و8 شهور وهي بتتجوز لما تجيب مثلا ولد وبنت ممكن يكون مثلا بقى لها 5 سنين فعلا متجوزه مثلاً. الله اعلم ولكن في الاخر ما انا عايز اعرف هي سنه فرديه مش مش ولا هممني قوي دلوقتي